بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن أنيميا الخلايا المنجلية أو سيكل سيل. عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى وضع بروتين أو الهيموجلوبين اللي داخل الخلية، والهيموجلوبين ده مكون من 4 جزيئات، هيموجلوبين A، هيموجلوبين F، وفي هيموجلوبين S، وفي هيموجلوبين B. يبقى أنا عندي 4 H، وعندي A و F و S. H و A و F و S دي هيموجلوبينات. المفروض انه البني ادم كل ما بيكبر في السن يبقى عنده الهيموجلوبين A اكتر. هو عنده 4 تشين 2 الفا و 2 بيتا، لازم دول يطلعوا هيموجلوبين A اللي هو 97%. ممكن ما عنده A2 الفا مثلا 2 وعنده مثلا دلتا، ده 2.5. ممكن يبقى عنده هيموجلوبين F ده يبقى الفا 2 وجاما 2، ده يبقى 0.5%. لو واحد فيهم زاد يبقى بوظ شكل الايه الهيموجلوبين. فبدل ما كرات الدم الحمراء تبقى كده، بتبقى عامله زي الايه الهلال، فتلزق في بعض، يلزقوا في بعض. دي خليه المنجليه. الخلايا المنجليه دي ما بيبقاش كل الخلايا خلايا منجليه، والا الانسان يموت فورا. انما بيبقى في نوع هوموزايجس، يعني شبه بعض، اتش بي اس اس، وفي هيتيروزايجس بيبقى اتش بي اي اس، يعني نسبه الايه نسبه السيكل سيل بتبقى بيسموها سيكل سيل ترايات، يعني ساعات بتبقى اسمبتوماتيك، يعني تقريبا ملهاش اعراض. لكن بتبان اعراضها بقى ايه؟ لما يكون في عندنا كرايسز، يعني نوبات. نوبات يعني ايه؟ يعني مثلا لو الخلايا اللي جت على بعض دي سدت وعاء في البرين او المخ، يحصل ستروك، شلل نصفي. لو جت في العين خلايا كرات الدم اللي زي الاطباق دي لزقت في بعض، تعمل ريتينال ديتاتشمنت او بتعمل حاجه اسمها انفصال شبكي، عمى. لو جت في القلب تعمل لي مايوكارديال انفاركشن، لو جت في الكلى تعمل لي رينال فانكشن، او تعمل لي هيماتوريا وكرونيك رينال فيلير. يعني ممكن اول رينال فيلير يكون نتيجه جلطه في وعاء الكلى، رينال ارتري ستينوزيس او ثرومبوزيس، وممكن يكون نتيجه انفاركشن في الرينال تيشو نتيجه ان هو عنده انيميا منجليه. لو جت في السبلين تعمل اوتوسبلينكتومي، تخلي السبلين يتشال خالص، يعني سدت الخلايا جت على بعض على بعض على بعض، سدت الاوعيه بتاعت الطحال، اتكل لوحده ما بقاش فيه طحال. ساعات تيجي في البونز تعمل بين لو جت في العظم، ساعات تيجي في البينس تعمل حاجه اسمها بيريابيزم او انتصاب دائم، وساعات تعمل ليج ألسرز لو جت في اي حته، تعمل لنا قرح قرح قرح. طبعا لو في انفكشن زي النوموكوكاي او السالمونيلا بتعمل برضو زياده في الايه مظاهر للسيكل سيل انيميا. لكن لا يمكن ابدا، رغم ان في انيميا ممكن تعمل هيموليتيك انيميا، تعمل هايبر سبلينيزم، يعني طحال كبير. في انيميا تعمل طحال كبير، لكن السيكل سيل انيميا بتعمل طحال صغير او مفيش طحال. يعني شوف ربنا. فعشان كده نو سبلين وميجالي ان سيكل سيل انيميا. عشان كده بنقول انه بتتعالج ازاي بقى؟ بتتعالج ببلاد ترانسفيوجن، لازم انقل دم. لو عنده مثلا الام بدي انالجيسكس مسكنات، بدي اوكسجين ثيرابي، ساعات بدي انترافينوس فلويد، بنقل له محاليل، بعمل اكستشينج بلاد ترانسفيوجن، ساعات اعمل زي حاجه اسمها بلازما ترانسفيوجن كده. وفي خطوط جديده بقى، الخطوط الجديده دي اول مره نسمعها النهارده، ان انا بديله هيدروكسيورين، في دواء كده اسمه الهايدرا، بيعدل شكل كرات الدم. يعني زمان كنا بنترعب لما يقولك ده مرض وراثي، لا دلوقتي بقى عندنا هيدروكسيوريا بيساعد في علاج الانيميا والهيموفيليا واللوكيميا، يعني له اثر غريب جدا. طبعا هيدروكسيوريا في يوريا، مركب مركبات البول. بعد كده عندنا ستيم سيل ترانسبلانتيشن، ساعات بننقل نخاع عظام، وساعات بننقله من حد قريب قوي، يبقى في بينهم ماتشنج عشان الهيموسيتيك الهيومن ليكوسيتيك انتيجين يبقى زي بعض. وبعدين في حاجه اسمها جين ثيرابي، ان انا بعمل له جين موديوليشن او اعمل له علاج اسمه العلاج الجين. يعني مساله ان ده مرض وراثي ما بقاش يرعب، بقى له علاجات. عشان زمان كنا لما نسمع كلمه علاج ده مرض وراثي خلاص نقف نتشل، وده ملوش علاج. لا لا لا، كل حاجه لها علاج، تداوى عباد الله، فان الله سبحانه وتعالى ما انزل من داء الا له ايه؟ الا له دواء. ده كان مرض السيكل سيل انيميا او السيكلينج، وقلنا ان في علاج هيدروكسيوريا، وفي ستيم سيل ترانسبلانتيشن او نقل نخاع، وفي كمان الجين ثيرابي. وان شاء الله هنتكلم عن
بقية العلاجات في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.